الآن وحصريا استديوهات همسة فرح كل جديد على طيبة العشرة وطبع الوفا واللي نودع ابتسامه حبها باقي فينا هذه الصالحية نعتبرها مثل نور شعاع النهار وبدر بالليل يضوينا قضينا سنين وكناها يوم أو يوم العسل وقت يجمعنا في كل غادي حبينا العين العسى دار بك الأخضر ورود وبساتين ابتسم بغلاها كل من حولها غالي العسى توفي أغلى من عرفنا توفينا لو إن الأماكن فرقتنا وطول سنين ما ننسي ابتسامة بخوانا هي بتنسينا ما عساتك يغلى الغوالي لها شطر غلاتك بخاطرنا وشوفك أمانينا عسى يحفظك ربي جيت تضلين يا أم مسعود من أغلى غوالينا تضلين يا أم مسعود من أغلى غوالينا على طيبة العشرة وطبع الوفا واللي نودع ابتسام وحبها باقي فينا هذه الصالحية نعتبرها مثل نور شعاع النهار وبدر بالليل يضوينا قضينا سنين وكناها يوم أو يوم العسل وقت يجمعنا بكل غادي حبينا قلوبنا التقت قصدي ما تتصافح اليد على الحب نودع غالية بغوالينا نقضي معاك اليوم عسى نلتقي بعدين عسى يوم سعود نشوف طريق يلفينا بأمان الله يا الأميرة يا وسعة العين العسى دار بك الأخضر ورود وبساتينا ابتسم بغلاها كل من حولها غالي العسى توفي أغلى من عرفنا توفينا لو إن الأماكن فرقتنا وطول سنين ما ننسي ابتسامة بدوانا هي بتنسينا مع عساتك يغلى الغوالي لها شطر غلاتك بخاطرنا وشوفك أمانينا عسى يحفظك ربي تروحيني ولا جيت تضلين يا أم مسعود من أغلى غوالينا تضلين يا أم مسعود من أغلى غوالينا ترحيب تقاعد تكريم ترقية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 0505587737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00965